صليت الفجر خلف الإمام وكان في بطن قدمه لزقة، فنسيت أن أنبهه عليها بعد الصلاة، ثم في صلاة الظهر لمحت نفس تلك اللزقة في باطن قدمه، فماذا يلزمني ويلزم الإمام؟ هل علينا إعادة صلاة الظهر أم لا؟ نعم، في الأول ما عليك إعادة صلاة الظهر لأنك ما علمت إلا بعد الصلاة، لكن عليه هو أن يتوضأ، أن ينزع اللاصق على رجله، أن ينزعه ما دام أنه ما هو بحاجة إليه، ما هو على جرح، وإنما هو لاصق على رجله بدون علمه، فيجب عليه أن ينزعه وأن يتوضأ من جديد وضوءا كاملا، وأن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة. وأما من لم يعلم من المأمومين فصلاته صحيحة، وأما من علم فإنه يلزمه الإعادة لأنه صلى خلف إمام يعلم أنه على غير وضوء. نعم.